الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا Ooh.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما فيما فإن طلقها فلا تحل له. Silakan ulang dari awal silakan. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث ورباع Masna wa sulasa wa ruba' Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
خالدين فيها وأزواج مطهرة وهم وأزواج مطهرة وهم في وأزواج مطهرة ورضوان من الله إن والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Qur'an, para pengunjung dan pemirsa live streaming di channel Diskominfo Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.